صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صح صح اهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في واليوم ايضا بدي اعايد على كل المسيحيين اللي بيحتفلوا بعيد الفصح المجيد كل عام واحنا جميعا بالف خير وان شاء الله هالعيد بينعاد علينا بالخير والمحبه والسلام والصحه يمكن ملامح العيد مختلفه لهذا العام ولكن حاولوا انكم تحافظوا على الفرح الداخلي دائما بيقولوا بانه العيد العيد بالقلب والفرح بالقلب آه استثمروا هاليوم آه بطريقة نوعية مع الأشخاص اللي بتحبوهم مع أفراد عائلتكم انبسطوا اضحكوا من قلبكم احتفلوا بالعيد لأنه العيد دائما لازم يكون فيه فرح حتى آه وإن كان الظرف استثنائي كل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله منقضي مع بعض آه حلقة منوعة ومميزة من صح صح من هلأ لغاية الساعة 12 دائما برعاية أورنج لا لا, 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 لا. لا لبسة العيد مش قلتي نحافظ على الملامح لا لا لا, لا, لا مش ملامح <applause> هذا عيد كامل <applause> هذا <applause> كرنفال سوف لن تكوني انت الشجرة <applause> سوف لن نشتري شجره ستكونين انت الشجره كل عام وانت بخير انت بالف خير يا حبيبتي يا حبيبه قلبي كل عام رهوفه حبيبتي كل عام ورهوفه بالف خير واهلك بالف خير ان شاء الله يا رب وكل اخواننا المسيحيين بالف خير يعني بنعرف بانه العيد هاي السنه مختلف بنعرف بانه مظاهر البهجه والفرح والسرور ناقصه ولكن باذن الله واحد احد بانه في الاعياد القادمه التي ستشهدها امتنا العربيه راح تكون اعيادنا اكثر بهجه ان شاء الله وراح نرجع ملامح الفرح التي اعتدناها أه بدنا نقول لكم بانه حاولوا قدر الامكان انه تعيشوا طقوس تراعوا من خلالها مفهوم التباعد الجسدي، بلاش نقول التباعد الاجتماعي، اقترحوا مفهوم جديد هو التباعد الجسدي لانه اجتماعيا احنا شعب ما بنقدر انه نعيش بانكماش م. انساني كبير، عادي بنقدر نحكي نتواصل واحنا بعاد عن بعض وبنقدر نعيش باجواء فرحه. حبيبتي انت طبعا مية بالمية يعني اليوم في عده طرق للتواصل وفي عده طرق لمشاركه الفرح مع الاشخاص اللي بتحبوهم، اذا انت مختلف مع شخص تذكر بانه واضح قديش الحياه قصيره، وواضح قديش الحياه مش مستاهله كمان، فبالتالي استغل الله. فرصه العيد انك تعايد على اخوك، تعايد على شقيقتك، تعايد على اي شخص من اقاربك اللي الدنيا بعدتكم، دائما بنسمع عن خلافات بين افراد الاسره، وانا عمري ما فهمتها، عمري ما فهمت ليش معقول اخ ما يحكي مع اخته او اخ ما يحكي مع اخوه، فبالتالي اليوم استغلوا هاي الفرصه لتبدوا بدايه جديده لانه هذا هو مفهوم العيد، العيد مش بس لبس و ومظاهر وهذا اللي اكتشفناه مع ازمه فيروس كورونا رجعنا الله. للجذور فارجعوا الله. للجذور اللي مزعل حدا يصالحه اليوم يصالحه اللي مزعل حدا اليوم يصالحه يلا خلينا نحكي عن الاعياد انا بعرف انه ايضا معظم العرب معظم الامه العربيه والاسلاميه عم تنتظر شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر ولكن بتساؤلات عديده وباستغراب كيف راح يكون شكل رمضان بسنه 2020؟ في ظل ازمه فيروس كورونا، احنا بنعرف بانه الظروف استثنائيه، واحنا بنعرف بانه عدم ادائنا لصلاه التراويح في المساجد هي بحد ذاتها غصه ووجع في قلب كل مواطن اردني وعربي، ولكن اللي بدنا نقوله بانه احنا كمان نتامل بانه نحافظ على جوهر الشهر الفضيل من ناحيه العطاء، من ناحيه القرب الاجتماعي الانساني وليس الجسدي. مزبوط يمكن ما رح نلتم كعشرين وثلاثين شخص على مائدة الإفطار مزبوط يمكن ما رح يكون في خلينا نقول طقوس رمضانية كما يجب ولكن صدقني كل واحد ببيته مع أسرته بيقدر أنه يحافظ على قدسية هذا الشهر الفضيل وعلى ملامحه الطيبة وصدقونا إحنا كلنا منشعر بأجواء رائعة ومقدسة بشهر رمضان المبارك شوفي رهوفي أنا بدي أحكي بإنه في عدد كبير جدا من العائلات يعني رقيقة الحال اللي بيعانوا من الفقر ومن الحرمان قرأت عبارة من سيدة عايشة في ظرف اقتصادي صعب جدا بتقول بأن الفقير عايش دائما بحالة من الحظر الشخص اللي ما بيقدر يلبس منيح ولا ياكل منيح ولا يشرب منيح ولا يحط لقمه بتم ولاده هو شخص يحضر نفسه عن العالم حتى ما يحس بهذا النقص الكبير جدا مع اقتراب حلول الشهر الفضيل نتمنى ان نستذكر بقلوبنا هؤلاء الاشخاص اللي بينتظروا منا ولو مساعدة بسيطة حتى نرسم الابتسامة على وجوه اطفالهم وحتى نخفف من المرارة التي في حلوقهم، نتمنى بانه الشهر الكريم يذكرنا بانه ايادينا ما زالت بيضاء وقلوبنا ما زالت بيضاء وهناك اشخاص يصرخون بصمت اشخاص لا صوت لهم دعونا نكون نحن أصواتهم طيب أنا بدي شوي شوي معلش نكون منطقيين وبدي أبتعد كل البعد عن الافتراضات العاطفية ما رح نحكي كلام سلبي أو كلام منفر صبح قرأت عدة مقالات حول التقارير المحلية والعالمية عن وباء كورونا أوكي. هلأ إحنا بما أنه ذكرنا قبل شوي اقتراب شهر رمضان الشغل الشاغل في أطايف ولا ما في أطايف في ناس بيستنوا تفتح محلات الاكسسوارات لانه هي تعتبر جزء اساسي من الحياه وهذا حقنا الطبيعي لانه احنا بالنسبه لنا تغيرت حياتنا بكل محاورها وبكل اشكالها وتفاصيلها ولكن الواقع يا جماعه مغاير لامنياتنا وطموحاتنا. برجع باكد ما راح نكون سلبيين ومنفرين ولكن الاردن بال 2020 بعد شهر نيسان سيتغير كما هو العالم العربي كما هو العالم خلينا نقبل بهذا الواقع. آآ آآ الطبقة الفقيرة ستزداد فقرا <applause> مع انهيار الاقتصاد او بلاش انهياره يعني مع الاقتصاد يمر بتحديات كبيره وتباطؤه بشكل كبير الطبقه الوسطى عليها قروض بنكيه وعليها طبعا اعباء ماليه كبيره حتى الطبقه الثريه خسرت عدد كبير جدا من استثماراتها وبدها تجمد السيوله هلا خوفا من ما هو قادم فالطروحات الواقعيه مثل ما قال الاعلامي الكاتب الصحفي ماهر ابو طير بقول لك يجب ان نعترف بواقعنا وازمتنا على جميع مستوياتها لانه لما نعترف وما نعيش بحاله من النكران وما ندور على التفاصيل الكماليه ممكن نقدر نواجه الواقع بطريقه اكثر منطقيه 2020 ما راح تكون سنه سهله ممكن 2021 قد تكون سنه مم. مزدهره وينيفر نو مع تغير سلوكياتنا مع تغير نظرتنا الى الحياه بشكل عام ولكن 2020 راح تكون صعبه ما راح تكون سهله لاخر حزيران يمكن لها ترجع الحياه شوي يعني هل القطاعات الاقتصاديه ترجع الى حركتها الشبه طبيعيه ولكن الاعتراف بالازمه فضيله يعني شو عليك. شوفي انا مع هذا التوجه من اليوم الأول نعم. وحتى قبل ما يتم تسجيل أي حالة في الأردن بتذكر بمنتصف شباط 2020 بدأت الحالات تزداد في ووهان في الصين انتقل إلى أوروبا الموضوع صار ناقوس الخطر يدق على أبواب الوطن العربي وبدينا نسمع عن حالات في لبنان و فأنا من أيامها كنت شايفة بانه الموضوع مش بسيط والموضوع مش عباره عن اسبوع وعشر ايام و... ويلا بنقعد هذا الاسبوع بنعطل وبنداوم بعديها لانه اي شخص ممكن انه يقرا هذا ما عم بحكي انه الواحد بتفلسف من عقله بس لما بتقرا المشاهد العالميه بتعرف انه ازمه فيروس كورونا هي ازمه قد تكون الاخطر آه بالقرن آه وقد تكون آه الأكثر صعوبة لأنه احنا عم من عم من حارب عدو غير معروف، صح. لسه في نظريات مؤامرة، لسه في كثير ناس بيقول لك يا عمي موضوع فيروس كورونا هو مش موضوع بس بيولوجي وإنه هي ما في نسب وفيات عالية جدا، مش الكل عم بتأثر، ليه هالقد عاملين منه ضجة ما وراء فيروس كورونا، في كثير تحليلات، فاللي قالته نادية أنا كثير بتفق معه، إنه احنا لازم نقلل توقعاتنا شوي عشان نقدر نكون سعداء، المقولة الشهيرة بإنه السعادة تساوي الواقع ناقص التوقعات بدنا نعيش شوي على هاي المعادلة أه لما وزير الصحة الدكتور سعد جابر يقول علينا التأقلم مع فيروس كورونا شو بيعني هذا الكلام لما بنقرأ ما بين السطور بأنه الموضوع مش شهر وشهرين لما بنشوف وزارة التربية والتعليم عملت منصة أه وبتقول لك أنه التعليم سيصبح خلال الأشهر القادمة بس من خلال هاي المنصة معناته الموضوع ما رح يخلص اليوم وبكرة والأسبوع الجاي فبس اللي بدنا إياه منكم شوي نرفع وعينا نبدا نتاقلم انا بعرف انه كمان الطبيعه البشريه بتحاول تهرب بالنكران يعني بتصير تنكر انه الازمه كبيره عشان انا اهون على حالي حلو ما بدنا اياكم تستسلموا لمشاعركم السلبيه ولكن لازم نكون واقعيين ونفهم بانه الازمه كبيره التزامك بالبيت بقلل من المده وهذا الاشي اللي احنا عم نشدد عليه كاردن وكحكومه وكدوله بانه الالتزام بالبيت بيخلي الوباء يخف نقلل عدد حالات عشان نبدا نبلش بالمرحله الاقتصاديه طبعا اللي تضررت اللي تضررت لانه كل ما زادت فتره الحظر كل ما تعمقت المشكله صح. الاقتصاديه في مصطلح يتم استعماله حاليا احنا امام هبوط اضطراري لانه الكلف الامنيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه عاليه جدا فعلينا ان نتقبل الوضع رح نشوف هلا على الشاشه مشاهد من امام كنيسه العذراء الناصريه بمنطقه سويفيه وزي ما بتعرفوا بالعادة يوم الفصح المجيد يوم الأحد بتكون هاي الكنيسة مكتظة بالناس عم نشوف طبعا التزام من قبل كل الأردنيين والأردنيات بعدم الذهاب إلى دور العبادة والكنائس وسيتم نقل القداس بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبارح وأنا قاعدة بحضر مجموعة من الـ 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 النقل المباشر خلينا نقول من عدة كنائس في فلسطين وفي الأردن عبر المحطات أه، عدت أفكر إنه أنا كنت بروح للكنيسة ولكن مش بشكل دوري فبعد أزمة فيروس كورونا هلأ متمنية لو أروح طبعاً. فاكتشفت إنه بس تخلص هاي الأزمة رح أروح بشكل دوري لأنه حسيت بقيمة لما تنحرمي غصبا عنك إنك إنت مش قادرة تروحي على الكنيسة يعني الوازع الإيماني بتخيل صار أعمق عند كل الناس صح إحنا دائما بحاجة أن نشعر بأن هناك قوى عظمى قادرة على تولي زمام الأمور طالما رب العالمين موجود إحنا مؤمنين بأنه إن شاء الله الأمور يعني ستصبح على ما يرام وهذا المشهد هو مشهد محزن بقول في حياة كل إنسان لحظة لا تعود بعدها الحياة كما كانت أنا بقول بعد كورونا صارت في حياة البشرية مرحلة ما رح ترجع الحياة بعدها كما كانت اللي عم نشوفه قد ما هو محزن قد ما هو مؤقت احنا مؤمنين بهذه القناعه ومؤمنين بانه هذا البريق اللي فعليا اكتسبه الاردن بعد عده تقارير اصدرتها قنوات وفضائيات عربيه يعني لما يظهر تقرير لقناه الجزيره بان الاردن يحتل المرتبه الاولى عالميا في التباعد الاجتماعي لمواجهه فيروس كورونا شو يعني يعني احنا شعب ملتزم يعني احنا شعب بنحب وطننا وقيادتنا واحنا شعب ننتمي الى تراب هذا الوطن الحبيب وطبعا من الاخبار المفرحه جدا اللي سمعناها خلال ال48 ساعه هي خطه الحكومه لارجاع الطلبه الاردنيين صحيح بانه ارجاع الطلبه اللي عددهم يفوق ال ألف طالب سيكون على مراحل وفي شروط معينه واحنا نتفهم طبعا حرص الحكومه واستماعهم لرغبات اولياء الامور فبالتالي اوعزوا بارجاع الاناث قبل الذكور، اوعزوا ايضا بارجاع الطلبه حسب الاعمار لانه إحنا بنعرف بانه اللي عمره 17 غير عن اللي عمره 22، اللي عم بيعمل دراسات عليا طبعا بيكون اوعى، بيكون انضج، قادر على البعد اكثر، فبالتالي الطلاب طلاب السنه الاولى بتكون مشاعرهم مختلطه جدا، بيكونوا غير معتادين على الدوله اللي هم فيها، فانا لقيت بانه الشروط مناسبه ومعقوله جدا ايضا موضوع اعاده الطلبه الي الاردن تم التنسيق مع جمعيه الفنادق الاردنيه وسيتم صح. طبعا تجهيز كل الغرف الفندقية لاستقبالهم بسعر الكلفة يعني كمان مشكورين الفنادق اللي تعاونت مع الحكومة ومع أولياء الأمور وبالنهاية نتمنى عودة الجميع إن شاء الله في القريب العاجل وبما أنه وزارة الخارجية بدت بهاي الخطة أنا متأكدة بأنه كل الطلبة رح يرجعوا بشكل تدريجي واللي قادر يبعد زي ما قلنا هو بيكون عم بيخدم وطنه وشعبه وما عليكم. مزبوط يعني هلا شوفوا في نواحي كتيرة يا جماعه الموضوع لا يقتصر على قطاع دون الاخر او على آآ آآ شريحه معينه آآ آآ في كثير نواحي وفي كثير تفاصيل في هذه المرحلة وأنا بقول الله يعين الحكومة لأنه هي قدر الإمكان تحاول أن تحتوي هذه الأزمة بكل تفاصيلها لأنه زي ما قلنا القطاعات كلها تتكئ على بعض هون عم نحكي عن المغتربين والطلبة عم نحكي عن العنصر البشري اللي هو له الأولوية القصوى وهذا ما أعلنته قيادتنا من خلال استراتيجية مبنية أساسا على صحة المواطن لأنه ما فائدة الاقتصاد في بلد مريض يعني هاي الشغلة لازم نفهمها هلأ البريق اللي اكتسبه الاردن على الرغم من آه يمكن آه هو جغرافيا بلد صغير يعتبر نسبيا <applause> محدوديه الموارد ولكن هناك بريق جدا من خلال الخطط الاستباقيه التي تم وضعها من خلال التوجيهات المباشره من القياده الهاشميه وضعت للاردن آه مكان آه خاص ومميز واكبر دليل على ذلك اعلنت فضائيه سي بي اس الامريكيه عن بث مقابله اليوم الاحد مع جلاله الملك عبد الله الثاني عم. عبر برنامج اسمه فويس ذا نيشن طبعا حسب ما وصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر لهالبرنامج المقابله ستتمحور حول المجهود اللي بذلته الاردن لمواجهه فيروس كورونا فبغض النظر عن يمكن في دائما في تساؤلات وفي علامات استفهام لانه التجربه جديده ولكن احنا نجحنا على مستوى عالي وعلى مستوى كبير جدا وادعو كل الاشخاص اللي عم بسمعونا واللي عم بحضرونا اليوم فويس اه فيس ذا فيس نيشن مقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني حتى يحكي لكل العالم عن الجهود الأردنية في مكافحة الوباء. معلش رهوف نوجه تحية لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية نظرا للظروف الاستثنائية اللي بتمر فيها المملكة رهوفة وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء قرر صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية التبرع بما نسبته 10% من رواتب الموظفين اللي بتزيد رواتبهم الشهرية عن 1500 دينار وتأتي طبعا هذه الخطوة إيمانا من الصندوق بأهمية التعاون والتكاتف بين الأردنيين خاصة في هذه المرحلة يذكر بأن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومن خلال موظفيه قدموا تبرع بقيمة ثلاثين ألف دينار لحساب الخير الخاص بتبرعات مواطنين مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أنا جدا بقدر هذه الالتفاتات البسيطة أنا كمان كتير كتير بقدر وشوفوا يعني إحنا كلياتنا اليوم كموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص تظهر المواطنة الحقيقية والانتماء الحقيقي صح. لأنه إحنا بنعرف ونحكى كمان خلال ال 48 ساعة عن آلية معينة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم الشرح فيها بشكل مطول كيف ممكن أن نساعد أكبر عدد من من الناس يعني احنا من خلال ال القطاع الخاص والقطاع العام والتبرع بأجزاء من رواتب لمن مثلا يتقاضوا اكثر من 2000 دينار ما بدي ادخل بتفاصيل قانون الضمان الاجتماعي عشان ما نلخبطكم ولكن تقدروا انكم تلجؤوا للمصادر الموثوق منها وتقراوا بعنايه او تستشيروا المحامي او مدير الموارد البشريه بالشركه الخاصه اللي انتم بتشتغلوا فيها ولكن بعرف ولا حدا فينا بحب انه يروح من راتبه او يتم اقتطاع اي مبلغ من الراتب بس إحنا إذا بدنا نكون واقعيين وإذا بدنا نكون صادقين مع أنفسنا اللي بنطلع بنحكي لكم يا على الهوى لازم نطبقه على أنفسنا آه يعني أي موظف اليوم آه خايف والآن من أزمة فيروس كورونا وواعي وبفهم وبيحلل إذا شركتك قالت لك أنه إحنا مضطرين خلال بس الأزمة نقطة 20% من راتبك أو 10% أو 30% خلينا نكون نوعا ما متفهمين ليش؟ لأنه أصلا احنا ما عم نصرف كوضعنا الاعتيادي يعني في كتير امور انلغت فبالتالي ممكن ان احنا نقدر نعيد جدولة مصاريفنا خلال ازمة فيروس كورونا بس صدقوني انت مش لحالك بهاي الازمة ولا انت لحالك اللي سيتم الاقتطاع من راتبك وبعرف انه عنا التزامات وكلنا بنفس المركب يعني يمكن الاشي الوحيد اللي بيهون انه انت مش لحالك فانا بس بدي اطلب من الاشخاص اللي عنده بيت دافي وسقف ولاده حواليه وعايش اه في في اكل على الطاوله بس يقول الحمد لله ونصبر أزمة ورح تمر أزمة صح. ورح تمر وكل شيء رح يرجع لما كان عليه ما في إشي اسمه إنه والله هذا الاقتطاع رح يستمر مدى الحياة أو صاحب طبعاً. الشركة بده يستغل الظرف أبدا ما في بالنهاية قوانين دفاع وفي حكومة وفي دولة وإحنا مؤمنين بأنه طبعا يعني خاصة الطبقة الوسطى يعني في عليهم قروض صح. وفي عليهم أجرات بيوت يعني إحنا مؤمنين بأنه هذه الالتزامات الشهرية أيضا في ناس حتى بيطالبوا الفنوك إنه يعمي أجلولنا القروض لآخر السنة ما بعرف قديش الموضوع دوبل إحنا بالنهاية مش محللين اقتصاديين ولكن إحنا مؤمنين بها هذا الـ الـ الشأن، بس بدي احكي لكم كمان شغله ما هي الامور هون نسبيه وتقاس بنسبيتها يعني اذا عندك وظيفه تمسك بهذه الوظيفه بكل جوارحك لانه في بعض الاشخاص للاسف حح. سيخسرون وظائفهم لانه القطاع الخاص بيقدرش يتحمل كتير وسيجدون انفسهم على قارعه الطريق زي ما بيقولوا، فبالنهايه يعني مش مش سهل الموضوع بنفهم مش سهل الموضوع ولكن كمان المفروض انه الواحد يتحمل لانه هذا الظرف مش عليك بس لحالك يعني هون الشأن جماعي مش شأن <applause> صح وبتعرفي شو كنت بدي أقولك رح يصير في غربلة يعني آه كنت عم بحكي مع صديقة لي عايشة بماليزيا بتشتغل مع مؤسسة آه فجأة لاحظوا أصحاب العمل بأنه طيب أنا عندي مثلا لنفترض موسى وعلي ومراد مين بحاجه له اكثر شيء طبعا يعني ما فيها الموضوع مش انه انت اقل كفاءه بالضبط في ناس لاحظوا انه انت ما في داعي يا عمي تكون موجود بالمكتب انا ليش بستاجر مكاتب بعرفوا يشتغلوا من البيوت شكل الحياه رح, رح يتغير, يتغير. بالضبط يعني هي انه طلعوا قرار آه. انه خلص احنا ليه مستاجرين مثلا هيد كوارترز بي بي وبندفع مبالغ ما بيعرفوا يشتغلوا من البيوت كل واحد يشتغل من بيته, مثلا رهوف بتعرفي في انت لفتي نظري لنقطه في ظاهره يعني ظاهره كانت يجب ان يتم القضاء عليها من, من, من سنين طويلة اللي هي البطالة المقنعة المكنعة. اللي هو أوه. بيروح على شغله بيضل عشرين سنة يكرر نفس اللي تعلمه بأول يوم مم. اعتقادا منه بأنه هدول عشرين سنة خبرة فبالتالي البطالة المقنعة هاي ولا شيء الأكفأ والأكثر إنتاجية والأدق هو اللي رح يضل على رأس عمله بتخيل هيك رح تصير الحزمية. صح صح, 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 صح